ماذا لو كان مديرك في العمل مجرد روبوت أو جهاز كمبيوتر؟ قد تؤمن سيطرة الذكاء الاصطناعي على الإدارة جوانب إيجابية، تلغي التحيز أو المحاباة أو استهداف موظف بملاحظات دون غيره، غير أن فكرة تحكم الكمبيوتر أو الروبوت بالإنسان تبقى فكرة غير مقبولة لدى الكثيرين ممن يتخوفون من سيطرة الآلة على الإنسان. خلال السنوات الأخيرة ازداد استخدام أجهزة الكمبيوتر في العمل، وبات لها دور كبير في العمل، وهي التي تتحكم في العديد من المهام التي نقوم بها، ويقول الخبراء إن هذا سيزداد مع مرور الوقت. شركة سيارات الأجرة أوبر مثلاً لا يوجد بمكاتبها إنسان يوجه طلبات الزبائن إلى السائقين، لكن ذلك يتم تلقائياً بواسطة نظام برمجيات الشركة. يقول الخبراء إن أوبر تقوم بذلك كي يصبح عملها وخدمتها أكثر كفاءة قدر الإمكان، كما أن تطبيق أوبر على الهواتف الذكية غير متحيز ضد أو لصالح أي زبون أو سائق، مهما كانت هيئته ومستواه الاجتماعي والتعليمي. وعليه يرى محللون أن المدير الاصطناعي قد يكون أكثر عدلاً من البشر، بينما يرى آخرون أننا بحاجة إلى إشراف أخلاقي على تسليم مقاليد الإدارة للآلة، معللين ذلك بأن النظام الذي يفتقر إلى الإشراف الأخلاقي المناسب، حيث يستخدم الإنسان تقديره وأحاسيسه في الإشراف على ما يعتبره النظام لاستنتاج الصحيح، هو نظام ضار للغاية وهو مصدر تهديد حقيقي. شركة أمازون تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتوجيه ومراقبة الموظفين في مستودعاتها، وقد أشارت الأخبار إلى أن ذلك تسبب في حالات إرهاق الموظفين في العمل، وهي اتهامات نفت أمازون مراراً وتكراراً. ولم تسلم من الانتقاد برامج الذكاء الاصطناعي التي تعطي أوامر العمل وتراقب تنفيذها، وكذلك برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بموظفي مركز الاتصال، لأنها متطلبة للغاية وغير عادلة. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين، يمكن أن تبرز مشكلة كبيرة عند اتخاذ قرار بتسريح أحد الموظفين، وهي من سيكون له الكلمة الفصل في القرار؟ الإنسان أم الآلة؟ فالخوارزميات لا يمكنها التعامل مع موضوع المشاعر والأحاسيس. وعلى الرغم من المخاوف بشأن تولي الذكاء الاصطناعي مهام المدير، من الصعب جدا على الآلة أن تتفوق على أداء أفضل الرؤساء. في المقابل لن يكون صعبا جدا على الذكاء الاصطناعي أن يصبح بديلا مناسبا لرئيس عمل سيء حقا. لذلك فإن الأمل كبير في أن يساعد الذكاء الاصطناعي المدراء البشر على تحسين أدائهم، حيث ستتولى برامج الكمبيوتر القيام بالمزيد من المهام المملة، مثل وضع جداول عمل الموظفين وتوزيع المهام البسيطة والقيام بالمراقبة الأولية لأداء الموظفين، مما يعطي الفرصة للمدراء البشريين ليطوروا أدائهم الوظيفي.